بصي، هو انا ما كانش في دماغي خالص ان انا انزل كتاب يعني بيحمل اسم المرأة، ولكن انا كان في بالي ان انا انزل ديوان شعر بشكل عام. هو اول ديوان ليا، ولكن انا بكتب بقالي 17 سنة. كنت بقى بشارك في مسابقات، بكتب اغاني لفرق اندر جراوند، ولكن دي اول تجربة يعني على ارض الواقع. فلقيت نفسي بالصدفة جيت أجمع القصايد اللي أنا كاتبها، لقيت نفسي كاتب كتير جدا بلسان المرأة. لقيت لأنه من وجهة نظري يعني إن المرأة مادة خصبة، فكنت بحب قوي إن أنا أكتب بلسانها. كانت القضايا بتاعت المرأة دايما بتشغلني وبتستفزني، فكتبت حاجات كتيرة جدا بشكل ساخر برضو، ما بحبش أكتب النوعية المعقدة. فكتبت مجموعة من القصائد كلها بشكل ساخر بتخص المرأة وبتتكلم بلسانها. كل الناس شجعتني، لأن زي ما بقولك كل الناس أو يعني أغلب الناس اللي يعرفوني عارفين إن أنا بكتب شعر، وكانوا طول الوقت متحمسين جدا وبيشجعوني، لا إحنا عايزين نشوف الكتاب بتاعك، يلا نزل ديوان. لأن كنت دايما بنزل الأشعار بتاعتي يا إما على صفحتي يا إما على الستوري واتساب، فكانوا دايما الناس الحاجات اللي أنا بنزلها بتلقى قبول واستحسان الكثيرين يعني، فكانوا طول الوقت بيشجعوني إن أنا لا يعني عايزين بقى نشوف الكتاب بتاعك. فعايز أقول لك أخدت القرار قبل معرض الكتاب بحاجة بسيطة جدا، قبله بشهر ونص شهرين أخدت القرار. وطبعا يعني أعتقد ده وقت ضيق جدا. سترونج اندبندنت قاروره هو اسم ساخر. اعتقد كان في هاشتاج وترند، الاسم ده ركب الترند الفتره الاخيره، بس كان سترونج اندبندنت قاروره، وبعدين اتعمل عنه كوميكس كتيره جدا. انت سترونج اندبندنت وومن ولا انت رفقا بالقوارير؟ فكان اللي بيترد انه لا، سترونج اندبندنت قاروره. الحمد لله الكتاب اكثر مبيعا. هو الفكره انه الكتاب بيخاطب الشباب، الفئه العمريه من 16 سنه يعني سن المراهقه ل 45 سنة. انا بعتبر ال 45 سنه برضه سن الشباب، فالكتاب بيخاطب الفئه العمريه دي. فالكتاب شبههم يعني شبه الجيل بتاعنا، فبالتالي الشباب حسوا قوي الكلام اللي مكتوب فيه، طبعا تحديدا المراه بمختلف فئاتها العمريه. فالحمد لله لقى استحسان الناس يعني، وبتمنى التوفيق يا رب للكتاب، وبتمنى لي التوفيق ولكل الناس ان شاء الله في اصداراتهم.